مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في حلقة الليلة من المشهد اليمني، حيث نناقش فيها ونرصد سير المعارك على جبهات القتال التي لا تزال مستمرة حتى الآن غربي محافظة تعز، وتشهد تغيرا في المشهد العسكري نحو تحقيق مزيد من الأهداف والانتصارات في الليلة. بدأت في اليمن معارك تحرير الشريط الساحلي لليمن التي وصفها البعض بمعركة تقطيع شرايين استمرار الانقلاب. طبعا لما لهذه المعارك من أهمية استراتيجية وحيوية، حيث يسيطر عليها بشكل مباشر، وتهدف طبعا قوات الشرعية اليمنية إلى وقف تهريب الأسلحة الإيرانية للانقلابيين، وإلى تأمين خط الملاحة الدولية، وإلى زيادة أيضا مواردها المالية. العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من محافظة تعز تصاعدت معها وتيرة المعارك العنيفة في ثلاث قطاعات: قطاع ذباب، وقطاع الوازعية، وقطاع مقبنة، التي سيطر الجيش الوطني فيها على قرية البركنة وجبل النبيع الاستراتيجي وجبل الحصن، والتقدم إلى قرية الميدان وتبت النوبة، ويتجه إلى جبل الكسارة المطل على الخط الرئيسي الرابط بين تعز المخا الحديدة. وفي قطاع ذباب تمت السيطرة على معسكر العمري بالكامل وجبال كهبوب، والتقدم باتجاه منطقة الجديد والكدحة القريبتين من المخا. مسرع عمليات الحادثة خلال اليوم الماضيين هو في إطار نطاق اللواء 17 مشاة في ثلاث قطاعات: قطاع مقبنة، وقطاع الوازعية، وقطاع الجبهة الغربية أو القطاع الغربي قطاع الضباب. هذه المعارك الدائرة خلال ثلاث أيام تهدف إلى تحرير معظم مديرية القطاع الغربي بشكل كامل، وهي مديرية مقبنة ومديرية الوازعية، وصولا إلى قطع الإمدادات الرئيسية للعدو ما بين تعز الحديدة، خط تعز الحديدة. التطورات هذه يصفها الكثير بأنها ستكون مفصلية، حيث ستنهي طرق التهريب التي تستخدمها إيران لتزويد الانقلابيين بالسلاح وبعوامل استمرار انقلابهم على الشرعية، كما أنها ستمكن الشرعية من تأمين الملاحة الدولية والاستفادة من الموارد المالية للموانئ، كما أنها تهدف إلى تشتيت جبهات الانقلابيين. تهدف لكثير من الأمور، كذلك تطهير الساحل، وهو الذي أصبح كابوس قاتل للمحافظات اليمنية بأكملها، أصبح مورد أساسي للأسلحة الفتاكة والقاتلة والمحرمة دوليا، منها المتفجرات السيفور، الألغام، الصواريخ البلاستية، الصواريخ الحرارية التي تأتي من هذا الميناء عبر التهريب. فبإذن الله سبحانه وتعالى إذا قطع خط الساحل هذا ستموت أوصاله ومفاصله في كل المحافظات. قيادة الجيش الوطني تؤكد أنها لن تتوقف إلا بعد تحرير كامل المحافظات التي يسيطر عليها الانقلابيون. معركة الشريط الساحلي لليمن يعتبرها الكثيرون بأنها معركة مفصلية تقع بين مرحلتين: مرحلة الانقلاب ومرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب. محمد الحذيفي لبرنامج المشهد اليمني من الجبهة الغربية لمدينة تعز. أيها الأخوة، معنا في حلقة الليلة الأستاذ محمد الحميري الناطق الرسمي للمقاومة في تعز وعضو مجلس النواب. مرحبا بك معنا أستاذ محمد. أهلا وسهلا أستاذ مبارك، حياكم الله.
حقيقة الأبرز في الأيام الأخيرة في المشهد اليمني الرئيس بشكل عام هو الشريط الحدودي وهو أيضا جبهة تعز. الحديث هناك عن انتصارات حقيقة، نريد في الواقع أن نتعرف على حجم هذه الانتصارات، أيضا قيمة هذه الانتصارات استراتيجيا سواء على العمل العسكري أو أيضا على مستوى الجغرافي. أيضا لا شك أن اتجاه المعارك في الثلاثة الأيام الماضية وحتى الآن اتجه وكأنه اتجه إلى العمود الفقري لهذه العصابة التي أهلكت الحرث والنسل وأدخلت اليمن في نفق مظلم، ولولا الله سبحانه وتعالى أولا ثم شقانا في التحالف الذين قاموا معنا ومع شرعية الجمهورية اليمنية بعد أن اعتدى عليها من أذناب المشروع الفارسي الذين يعني حتى أقول أنا الصراع ليس صراعا مذهبيا ولكن صراعا عربيا إسلاميا ضد مشروع فارسي ضد الإسلام، وما هذه الشعارات إلا تدليس حقدهم من قديم الزمان من أيام القادسية الأولى وحتى اليوم على العرب المسلمين، لأنهم يعتقدوا أنهم يعني قاموا على أنقاض حضارتهم وهم الذين أخرجوا العالم إلى النور. هذه المعركة اتجهت لأن الشريط الساحلي هو الذي يمدهم بالحياة ويمدهم وعبرها تصل إليهم وسائل الدمار والخراب بعد أن النظام السابق كان يستخدمه لتهريب كل ما يفسد الإنسان من مخدرات من مساوئ من كذا للمنطقة، ليس اليمن فقط بل يغرق فيها المنطقة وشباب الأمة العربية شبه الجزيرة العربية وشبه الجزيرة كلها. فكانت نقطة يعني وكانت تهريب منظم تحت رعاية هؤلاء المسؤولين الكبار. في هذه الأيام باب المندب من أهم المضايق في العالمية التي صحيح. تحمي الملاحة وعبرها تمر يعني معظم النفط وغيره والتجارة، يعني سيطر عليها الجيش الوطني وبإسناد التحالف بطيران التحالف وبغطاء جوي. أيضا وقعت معارك كبيرة، طبعا مديرية ذوباب، البعض يقول ذوباب، هي ذوباب لأنها اسم حميري ذو من بمعنى ال هنا يعني ذو الباب يعني نعم ذو باب اي ذو صاحب الباب يعني نعم وهو هي اسماء ذو يزن ذو صحيح جميل. فهذه فردنا يعني حتى يعرف الاخرين بعض امتحان خطا، فيعني سيطروا على مديرية ذوباب ثم اتجهوا للعمري ووقعت معارك، ويوم أمس أو إلى اليوم سيطروا على المعسكر تماما وهو معسكر محصن. شو اسمه معسكر؟ معسكر العمري. العمري نعم معسكر محصن يعني تماما سيطروا عليه ومنطقة وعلى منطقة كهبوب، واتجهوا الآن يعني هناك ضرب في الطيران على مواقع عسكرية في المخاء والمناطق المحيطة تمهيدا لاجتياح هذه المنطقة، حتى وأعتقد وكما صرحوا لن تتوقف حتى يتم تحرير الساحل كامل وحصرهم وخنق كما خنقهم كما يخنق الهواء على الإنسان إذا تم عندما يسيطر على هذا. وهناك أيضا جبهات مساعدة في هذا الاتجاه لتقطع الخط الرئيسي طريق الحديدة تعز الذي يأتي المدد منه، وجزء من المدد سيبقى بعد أن يقطع هذا الخط سيبقى لديهم منفذ واحد وهو طريق الإب إلى تعز. تحركت جبهة مقبنة وحققت انتصارات كبيرة، وأيضا جبهة الوازعية وصلت إلى مفرق البرح الذي يعتبر جزء أيضا في هذه الجبهات الثلاث اشتعلت في وقت واحد في أخطر الأماكن، ولذلك إن شاء الله الساعات القديمة القادمة إن لم يكن ساعات الأيام القادمة ستنبئ عن يعني أمور أفضل وأمور يعني انتصارات أعظم، بالإضافة إلى الجبهة تعز اللي هي في شرق المدينة وغربها وأيضا في حيفان القريبة من محافظة لحج وفي كل الجبهات. هناك انتصارات في تعز على مستوى حقيقة المرتفعات، هناك أيضا أكثر من مكان فيه انتصارات أيضا. تعز المدينة
لم يستطع هؤلاء الانقلابيين يدمسوها حتى الآن منذ، لكنهم من قمة معينة يدمروا هذه هم المدينة. هم لأنهم نقمة، هم يعني القتلى الذي حصلت لهم في بالآلاف في تعز، من يأتي إلى تعز ماشيا عليه يعود في شوالات يعني موتى، هذا حسن الحظ والسيء يربى فيه لأنهم لا يهتمون فيه. أستاذ محمد سمحدي، الآن إحنا من جهة صعدة هناك الجيش الحكومة الشرعية الآن دخل أيضا على الحدود اليمنية السعودية وبدأ يلتف باتجاه صعدة ودخل من يعني الجهة الشمالية تقريبا الشمالية الغربية، بدأ الآن يدخل إلى 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 هذه المناطق الآن على الساحل الشريط البحري الآن من باب المندب واللي تحدثت عنها الآن، يعني هناك نوع من القوسين يعني يتجهان باتجاه الالتقاء. يعني الأثر يعني في حال التقاء هذين يعني وصول إلى الحديدة مثلا، ليس كذلك؟ يعني تكون الحديدة مثلا منطقة أو تهام، منطقة تهامة هي تقريبا هي نقطة المخاول، هي نقطة امتداد المخا. هنا إذا ما اكتمل هذا القوس أو اكتملت هذه الدائرة هنا، كيف سيكون الوضع؟ يعني هل هذه النهاية فعلا لهؤلاء؟ هم هؤلاء القوم يعني نحن كل أكبر الشرعية وأكبر التحالف على هذا العمل، لأن كلنا لا نريد حربا ولا نريد دماء ولا نريد سف، ولكنهم قوم يبكثون كل المواثيق كما قال أحد القادة الإيرانيين، نحن لا نعترف بمواثيق ولا باتفاقات ولا، يعني عندهم مبدأ التقية، إذا كلما يعني اتفق معك ونقض يعتبر أنه عقيدته مكتملة. يعني عندما يخنقوا ليس أمامهم بعد ذلك إلا رفع الشارات، لأنه بعدها الانتحار، ليس أمامهم إلا أن يخضعوا للسلم وهم صاغرين. يعني جربنا معهم كثير من الاتفاقات، جربنا معهم في مؤتمر الحوار دخلوا معنا محاورين ونقضوا، جربنا معهم السلم والشراكة الذي صاغوهم نقضوه قبل أن تقف، جربنا معهم اتفاقات كثيرة، هؤلاء لا يمكن من أجل السلام يجب أن يكسر، من أجل السلام يجب أن تحرر هذه المناطق، وبعد ذلك وهناك جبهة نهم على مشارف صنعاء أيضا صحيح، وصنعاء داخلية تتفكك الآن، صنعاء داخليا الآن في أزمات كبيرة حقيقة، وفيه أيضا مواجهات وفيه شبه ثورة الآن داخل صنعاء الآن، لولا إجرامهم الذي لا يرقبون في لا طفل ولا مرة ولا صغير ولا كبير لخرجت صنعاء عن بكرة أبيها، ولكنهم إجرام منقطع النظير، يعني يتعمدون قتل النساء والأطفال. صنعاء على موعد مع انفجار كبير، لكنها ما يعني عامل الخوف ينزاح منهم شيئا فشيئا، لأنهم أمام خصم ليس له أخلاق تماما. مرتبات يعني بعد أن سطروا على البنك المركزي وأخذوا من أكثر من 5 مليار دولار، يعني من شهور المرتبات واقفة، ويقولوا من يطالب في مرتبه فهو عميل. أي عمالة هذا وأنتم الذين استقبلتم الطيران الإيراني بأكثر من 14 رحلة في الأسبوع، ولا يوجد لدينا مغترب يمني حتى نقول أنهم يعني لنقل المغتربين أو شيء أبدا، هي كان نقل الدمار رقم الأسلحة. وأيضا المسؤول الإيراني يقول قال في ذلك الوقت سقطت العاصمة الرابعة العربية الرابعة بأيدينا. نعم عسكريا أستاذ محمد، هل هذا هو فعلا الآن هو التخطيط العسكري، هو أمر استراتيجي عسكري الآن فعلا لحسم المعركة ما نشهده الآن وما فيه من انتصارات الآن، وإن كانت يعني متفرقة أو في أكثر من 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 منطقة؟ يعني الاتجاه الساحل هو الاتجاه الصحيح، وهو الاتجاه الذي سيخرقهم، ونأمل تحت أي ضغوط لا يتوقف هذه المعارك، لأن التوقف هو الخطر. أما إذا استمروا فإن القوم إلى نهايتهم ليس أمامهم إلا الاستسلام أو الموت. بعد هل تأخرنا في استخدام والجيش الحكومة الشرعية والمقاومة، هل تأخروا في استخدام هذه الاستراتيجية يعني أو الدخول عن طريق الساحل بهذا الشكل؟ هو كان يفترض، لكن نقول أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل. صحيح. يعني احنا نسمع الآن أيضا في الأيام القليلة الماضية نسمع قصف من البوارج في البحر. نعم سمعنا بقصف الآن، حتى البوارج موجودة في باب المضيق المندب في المناطق تقصف الآن أيضا كثير من الأم، يعني العمل بحري أيضا بحري وجوي، قصف على مواقع الانقلابيين وتجمعاتهم الميليشاوية المسلحة في المخا وما جاورها من البحر ومن الجو. وهناك تحركات للقوات البرية، لأنه القصف
البري والبحري، يعني القصف البحري والجوي هو تمهيد لدخول القوات البرية، وهذه الآن هي قد تم الإعداد جيدا بالقوات البرية، واستشهد كثير، واستشهد الشهيد عمر الصبيحي رحمة الله عليه. وهذه ضريبة الحرب، ولكن مقابل خسائر فادحة في الطرف الآخر، ويعني ودمار هائل لهم، رغم أنهم يعني لغموا كل الأرض. يعني قواتنا تمشي على وسط حقول من الألغام، ولكن وجد فيها لها الخبراء ومن ينزعون هذه الألغام أو يفجروها. فالخطوات ثابتة، والنصر إن شاء الله قريب، قد تحقق جزء. نسمع هذه الأيام أيضا أستاذ محمد، نسمع أيضا بمصرع قيادات حوثية، يعني أكثر من اسم من القيادات البارزة في 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 جبهاتهم، يعني وكالات الأنباء والأخبار تتناقل أسماء معينة حقيقة في مناطق عسكرية يعني لها أهميتها لديهم. هذا مؤشر يعني يعطينا ماذا؟ يعني دخول المقاومة والجيش الشرعي فعلا إلى 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 عمق تواجدهم. ما تسمعه هو أقل من الحال، لأنهم يتكتمون كثيرا ولا يعلنون عن قتلاهم أو يرحاهم، ولا يعلنون إلا بمن يعني قد يعني طفح على السطح ولا يستطيعون أن يخفاءه. هم حتى آباء القتلى منهم لا يبلغوهم، أحيانا يدفنوا قتلاهم دون أن يبلغوا أسر القتلى، لأنهم وجدوا أناس مغفلين يسمعون إليهم، استخفوا بهم فأطاعوهم. هذه القتلى أولا لأن الجيش الوطني الشرعي معنوياته عالية ويتجه بثبات، وأولئك هم قد فيهم خواء وهم الآن مدركين هزيمتهم القريبة، وهناك من يغازل الشرعية أصبح في هذا الوقت. أيضا قادتهم كثير منهم ليس لهم أي خبرة في المجال العسكري ما عدا الجيش الحرس العائلي الذي يتابع للرئيس السابق علي صالح. هؤلاء أعطوهم رتب كبيرة، وهم بعضهم كان يشتغل بشغلات مدنية، فأتوا بهم وأعطوهم. رأينا أستاذ محمد، رأينا أستاذ دكتور، يعني رأينا بروفيسور يعين في الجامعة ولا يحمل شيء، يعني أيضا يعني رأينا مقوت يعينون رئيس اللي هو محمد علي الحوثي، رئيس دولة يعينه على أمل أنه يكون اللي هو رئيس المجلس، يعني كان يشتغل في القات وجابوه رئيس. يعني هؤلاء لا يحترمون التخصص، لا يحترمون المهن، لا يحترمون هذه المواقع التي تقود أمة، يعني أخذينها بماخذ، لأنهم يسيرونهم، يخطط لهم، يعطون برامج جاهزة من قبل يعني محطتهم، غرف العمليات التي تديرهم بيروت عند حسن نصر اللات، وحسن نصر اللات محطته في قم. وهذه طيب ماذا عن الانشقاقات؟ نسمع حديث كثير عن الانشقاقات داخل أيضا الانقلابيين أيضا موجود، واللي بينهم في داخلهم وبينهم وبين علي عبد الله، اللي يتبع الأخبار حتى خطاب علي صالح هذا يوحي بخلافات كبيرة، عندما يقول المجلس السياسي ليس له دخل ويجب الحكومة، لأن الحكومة رئيسها يتبع علي عبد الله صالح، والمجلس السياسي يتبع الحوثي، فهو يريد يقول لك هذا إشراف، والمجلس وعلي عبد الله صالح أصبح رهينة بيدهم الآن، رغم أنه كان الكل في الكل من قبل، لأن واستطاعوا أن يتغلغلوا في. وهناك الآن حسن زيد بالأمس اللي هو حوثي قح يتكلم في قاله إنه عبد الملك لا يفهم شيء، وإنه أنا الذي فعلت، وأنا الذي يعني يستعرض هم ويغازل الشرعية. البعض منهم يريد أن لأنهم سياستهم سياسة عهر، يريد أن يغازل هنا وهناك، يقفز لينجو مع أي قارب أو سفينة نجاة من أي مكان كان، كانوا يعتبروا أنها ستكون نزهة وإذا بهم يغرقون. أيضا سمعنا في هذه الأيام نسمع عن أيضا مجاميع أو تشكيلات قبلية أيضا تنخلع من 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 مظلة الانقلابيين وترفض فعلا أن تتفاعل معهم في سياساتهم أو في تصرفاتهم أيضا، ولعل العصيمات ولا أكثر من حقيقة اسم لقبيلة ذكر في الفترة الأخيرة أيضا. إلى أي مدى فعلا هذه التشكيلات القبلية بدأت فعلا تتفكك في داخل المنطقة التي يسيطرون عليها الآن؟
يكاد يكون الشعب اليمني بعد أن جربهم ورأوا عنصريتهم وتعصبهم السلالي واتباعهم أو تطبيقهم لمشروع خارج عن مبادئنا، عن قيمنا، عن عروبتنا، لأنهم أدوات. فكثير من القبائل هذه تتململ ولكنها تنتظر ساعة الصفر التي تحين. وبدأوا بدل ما كانت أولا في نفوسهم دون يتكلموا، بدأوا الآن يطلعوا يخرجوا قليل من الآهات. ينطبق عليهم قول الشهيد الزبيري: والحق يبدأ في آهات مكتئب وينتهي بزئير ملؤه نقم. يعني فالآن الزئير الذي سيجتثهم قرب وقرب جدا. هم يخشون الآن، يعني تفككاتهم تخشى فعلا الانتقام الآن، أو نوع من الهزيمة الساحقة في الواقع. بالنسبة للانتقام، نحن يعني بالنسبة ثورتنا ثورة قيم، ثورة أخلاق، لسنا مثلهم، لا ننتقم. نحن من يسلم نفسه إن كان من قبل أن يعني ممكن يشمل الأرعام، ومن تلطخ في الدماء يعني القضاء والمحاكم هي الفيصل جميل. بين الجميع جميل. ولا يمكن أن يكون لدينا، لأننا نحن نتكلم بلسان دولة صحيح. ومؤسسات جميل. ولسنا غابة مثلهم يقتلون من يشاءون. صحيح. أنتم لليمن وهم لطهران. الآن الجامعات بلغت يعني درجة عالية جدا من الملل ومن الحقيقة الانزعاج. وعندنا جامعة صنعاء التي هي فعلا تحت سيطرة الانقلابيين، وعلي عبد الله صالح صوتها عالي اليوم، وإضرابات ورفض، وأيضا في تعز أيضا، وفي قصدي في مأرب أيضا، في أكثر من جامعة الآن. هذه التشكيلات اللي بدأت الآن أيضا تتذمر، وبدأت أصواتها تظهر الآن، إلى أي مدى الآن ممكن أن يعني تدعم إعلاميا ليرتفع هذا الصوت ويعلم المجتمع أنه اليمن بكل شرائحها المثقفة والعسكرية يعني كلها ترفض هذا؟ البعض أراد أن يهادن ويمضي على اعتقاد منه أنهم سيتركوا له حاله، ولكنهم هؤلاء لا يتركوا لأحد حاله. حتى الجامعات عينوا لها مشرفين جهلة يتحكمون بأساتذة مرجعية في العلم، مرجعية في التخصصات، لا يحترموا. أهانوا هؤلاء الدكاترة، وقفوا مرتباتهم، اعتدوا على بعضهم، هددوا بعضهم بالقتل، بل بعضهم يعني أصيب. يعني وصل لمرحلة إنهم الناس شعروا بأنهم هالكين. كما قال الشاعر: إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. أكثر من 50 يعني أستاذ جامعي أكاديمي رأيت في قرار بتوقيع من مكتب مدير الجامعة حوثي، يعني كلهم تقريبا اللي فصل واللي يبعد، غير المضربين أيضا أكاديميون يعني بتخصصات بعضها نادر في العالم. يعني صحيح، يعني هم لا يهمهم العلم، هم يقول لك في العلم لن يتحقق لهم أهدافهم، هم يسعون إلى تجهيل الشعب وإلى تجهيل المجتمع. ولذلك في حكومتهم هذه عين للتربية وزير أخو عبد الملك الحوثي يحيى بدر الدين، وأول ما اتجه بيغير المناهج، قال لأنها فيها يعني يريد أن يشتم ويسب، هو بطريقة يلعن في الصحابة، يطعن في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، يسيء لتاريخنا العربي الإسلامي، يمجد المشروع الفارسي الذي يعني هو العدو اللدود في المنطقة لعروبتنا وديننا وقيمنا. نعم، أعود لموضوع العملية العسكرية صعدة هذه الأيام أيضا موجودة، وتتعرض أيضا إلى عمليات عسكرية. ماذا نفهم منها؟ يعني صاعدة هي المعقل، هي تقريبا النقطة الأخيرة لهؤلاء الانقلابيين، هي يعني ليقال للحوثي أننا سنأتي لك في جحرك وفي عقر دارك. هو ليس داره، أبناء صاعدة يعني شردوا قبل الناس كلهم. صحيح. فيها كرام، نسبتهم قليلة، ولكن لأن علي عبد الله صالح كان يدعمهم، كل ما كاد أن يقضى عليهم أمر الجيش أن ينسحب ويترك السلاح للحوثيين ليبتز المنطقة ويبتز الدول الجوار، باعتبار فكان يلعب لعبة سيئة. اليوم في صعدة قطع الخط بينها وبين بين الجوف، قطع على الحوثي واعتبرت الطريق الواصل بطريق البقع إلى الجوف منطقة عسكرية للشرعية. جميل. يعني تقطيع لأوصال هؤلاء الانقلابيين في هذه المنطقة، وهي منطقة مهمة جدا أيضا. شكرا لك سيد محمد.
إذن أيها الأخوة، شكرا لضيفي في حلقة الليلة من المشهد اليمني الأستاذ محمد الحميري الناطق الرسمي باسم المقاومة في تعز وعضو مجلس النواب اليمني. شكرا لمتابعتكم، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى نناقش فيها أيضا مشهدا أو جزءا من المشهد اليمني. في أمان الله.